السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل امتحان محافظة البحيرة. نبدأ بسم الله. Listen and choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, there is a lot of air space where the speaker lives. هناك الكثير من A من الهواء الذي يعيش فيه المتحدث. طبعا pollution, air pollution يعني تلوث الهواء. في طبعا الذي طبعا يعيش فيه المتحدث، حيث يعيش المتحدث. يبقى عندي pollution، rubbish قمامة، paper الورق، وهنا people ناس. Number two, the speakers طبعا neighbors، الإجابة الصحيحة اللي هم جيران المتحدث. never cycle their rubbish، اللي هم جيران المتحدث لا يقومون طبعا بالإيه بإعادة تدوير القمامة الخاصة بهم. Number three, in the speaker's view it's important to space الرابش، في وجهة نظر أو من وجهة نظر المتحدث من المهم إن احنا طبعا ريسايكل، نعمل إعادة تدوير للقمامة. Number four, we should take space and the gloss out of the pen and cycle them. كمان بيقول لي ينبغي علينا إن احنا ناخد البلاستيك والجلاس اللي هو الزجاجات البلاستيكية out ونخرجها يعني of the pen من سلة المهملات and cycle them ونعمل لهم إعادة تدوير أو نعيد تدويرهم. بعد كده عندي نمبر 2، complete the following dialogue، أنهي المحادثة التالية between آية ومنى. آية is asking منى about her opinion about tourism، بتسأل منى عن رأيها في السياحة، عن السياحة. فبتقول لها هنا what do you think of tourism منى، ما رأيك في السياحة يا منى؟ طبعا تقول لها it's very important، يعني مهمة جدا. رأيك في السياحة إيه؟ قالت لها مهمة جدا. فطبعا هي قالت لها سؤال، فقالت لها because it brings our country a lot of money، قول لها طبعا لأنها تجلب الكثير من المال أو الأموال لبلدنا. يبقى أنا هنا عندي أقول لها why is it very important، ليه بتكون مهمة؟ why عشان في هنا عندي because، وأدي الفعل المساعد عندي is والفاعل it، وهنا very important. لماذا تكون مهمة جدا؟ because it brings our country، لأنها بتجلب لدولتنا الكثير a lot of money، الكثير من النقود أو المال. بعد كده طبعا آية لها سؤال، قالت لها we should treat tourists kindly، يجب أن نعامل السياح بلطف. قالت لها كيف يجب علينا أن نعامل السياح؟ how، وأدي الفعل المساعد should يطلع زي ما هو، والفاعل we يطلع زي ما هو برضه، we treat tourists، يبقى how should we treat tourists، كيف أو كيف ينبغي علينا تريد أن نعامل تورستس السياح. We should treat tourists kindly، يجب علينا أن نعامل السياح بلطف. فقالت لها what else can we do، ماذا يمكن أن نفعل أيضا، كمان نقدر نعمل إيه. قالت لها we can build new hotels، يمكننا بناء new hotels، طبعا فنادق جديدة. فقالت لها new hotels، طبعا أنا جبتها من إيه، من تحت إيه، and new hotels يعني فنادق جديدة. قالت لها you are right، أنت على حق، does tourism provide a lot of jobs، يعني حق، أنت على حق، هل توفر، بتقول هنا بتسأل كده هل توفر أو هل توفر السياحة أو تزود السياحة الكثير من الوظائف أو توفر، يعني does tourism provide معناها هنا توفر، هل السياحة توفر الكثير من الوظائف؟ قالت لها yes sure، نعم بالتأكيد، أو yes it does. هي طبعا بتسألها بتقول لها انت على حق، هل السياحة بتزود او بتوفر الكثير من الوظائف؟ نعم yes sure او yes it does. بعد كده عندي تحت بيقول لي read the following then answer the question، بيقول لي in my country، بيقول لي في دولتي او في بلدي the summer holidays start around the start of June، يعني بيقول لي في بلدي تبدأ العطلة الصيفية في بداية شهر ايه، العطلة الصيفية بتبدأ طبعا في شهر يونيو. The children get some rest because they don't have to come to schools. بقول لي كمان يحصل الأطفال على قسط من الراحة لأنهم لا يحتاجون لإيه الذهاب إلى المدارس. ولأنهم لا يحتاجون طبعاً للذهاب للمدارس في تلك الأيام. Those days and spend time with their family. كمان ويقضون بعض الوقت مع عائلتهم. Kids and encouraged. يعني kids are encouraged، الأطفال طبعا بتشجع أو هي بتشجع الأطفال، يتم تشجيع الأطفال to get out and play in the evenings، كمان على الخروج واللعب في المساء. read more books، وقراءة المزيد من الكتب. and watch cartoons، وكمان
مشاهدة الرسوم المتحركة. Parents الوالدين should encourage their children to be more active and creative during the summer. بقول لي كمان على الآباء إنهم يشجعوا طبعا أطفالهم على أن يكونوا أكثر نشاطا. على الآباء أن يشجعوا أطفالهم على أن يكونوا أكثر نشاطا وكمان إن هم وإبداعا during خلال الصيف طبعا breaks طبعا خلال العطلات الصيفية. يبقى هنا summer breaks so breaks summer breaks العطلات الصيفية so that they don't run lazy. كمان هم أثناء العطلات الصيفية حتى لا يتحركوا بكسل أو لا يتحولوا أو يتحولوا إلى كسالة، إن طبعا خلال العطلات الصيفية so لذلك حتى don't run أو turn حتى لا يتحولوا إلى كسالة. يبقى هنا turn lazy حتى لا يتحولوا إلى كسالة بيبقوا كسولين. Cold drinks and ice cream are enjoyed by everyone in the heat of the summer. كمان بقول لك ويستمتع الجميع بالمشروبات الباردة وكمان الايس كريم في حرارة الصيف. والايس كريم في حرارة الصيف. Many families plan trips during this time and go to the beaches. كمان واللي تخطط العديد من العائلات للرحلات أثناء طبعا هذا الوقت والذهاب إلى الشواطئ. And go to the beaches. Some of the popular أو popular sports بعض يعني الرياضات الشعبية المعروفة بتكون swimming السباحة تنس التنس table tennis and chess بقول كمان وتنس الطاولة والشطرنج. Some of other parents also should take their children بقول لي كمان ينبغي كما ينبغي أن يأخذوا الوالدين take their children أطفالهم to spend the time with their grandparents إنهم ياخدوا أطفالهم يقضوا أوقات مع مين مع أجدادهم وأقاربهم and other relatives وأقاربهم هنا وأقاربهم وهنا دي إزاي تعود على أجدادهم. بعد كده عندي بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, or D. Kids الأطفال are space to go out and play. يبقى الأطفال يكونوا إيه طبعا يشجعوا الأطفال يبقى إن kids are encouraged تجون إنهم يطلعوا بره ويخرجوا ويلعبوا. بعد كده عندي السؤال نمبر 2 the underline word there دي تشير إلى مين children الأطفال. بعد كده عندي سؤال نمبر 3 the underline word كلمة relatives اللي هي الأقارب means تعني الناس اللي هم بيكون إيه we know اللي إحنا نعرفهم أقاربنا للناس اللي نعرفهم. بعد كده عندي السؤال الأول answer the following question سؤال what is the main idea of the passage ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة the summer holiday أجازة الصيف. What should parents encourage their children to be ماذا ينبغي على الآباء إن هم يشجعوا أطفالهم يكونوا إيه طبعا إيه to be active إنه نشيطين and creative مبدعين أو مبتكرين during holiday أثناء الإيه الأجازة. السؤال نمبر 5 عذرا نمبر 6 what do you think children enjoy summer holiday لماذا تعتقد ان الاطفال استمتعوا في اجازه الصيف because they can go to the beaches لانهم يستطيعوا ويمكنهم الذهاب الى الشاطئ واند كمان ايه سبورتس ولعبوا طبعا ايه رياضه they can go to the beaches برضو and enjoy swimming واستمتعوا بالسباحه ده برضو سؤال اجابه ثانيه يبقى كمان يمكنهم الذهاب للشواطئ واستمتاع and enjoy swimming واستمتاع بالايه بالسباحه. بعد كده choose the correct answer from A, B, C, or D. Do you طبعا predict هل بتتنبأ that أن the weather الطقس will get hotter سيصبح أكثر حرارة in the future في المستقبل. Number 2 we speak things when we put them in our mouth. إحنا بنتذوق الأشياء بين taste. Here يسمع, smell يشم, see يرى. تذوق الأشياء عندما نضعهم في إيه؟ في أفواهنا. أنا عندي number 3 can you طبعا explain كنت تشرح لي the problem مشكلة clearly بوضوح and I may help you ربما أساعدك. ستيل يسرق ريفيوز يرفض وبينت يطلي او يدهن سيبني اشرح. بيج 80 هنا صفحة 80 نمبر 4 ماي فادر نوز هاو بعد منها تو المصدر يبقى تو ريبير يصلح هيد كار سيارته هيمسيلف بنفسه. ميني فيموس ستارز اكت يعني العديد من الممثلين النجوم السينما بيمثلوا ان ذات في تلك الفيلم نيو فيلم الفيلم الجديد اي ريكومند ات انا ارشح لك ان تشاهده.
أو أوصي أن تشاهده. I recommend it، أوصي بمشاهدته. بعد كده سؤال نمبر 6، those books are funny، تلك الكتب بتكون أو هذه الكتب بتكون funny مضحكة. But those، لكن تلك طبعا أولئك يكونوا إيه؟ are very boring، بيكونوا مملين. دول جمع يبقى once. نمبر 7، I love wearing my space جلابية، هنا اسم محتاج المادة الخام، بعد كده الشكل. ونبص على كده عندي، يبقى هنا الإجابة الصحيحة عندي دي، يبقى lose long cotton، يعني أنا بحب أرتدي إيه؟ جلابية طويلة فضفاضة مصنوعة من الإيه؟ القطن. يبقى هنا الإجابة الصحيحة عندي دي، lose long cotton. السؤال نمبر 8، a lot of space are grown in Egypt، يعني crops، الكثير من المحاصيل تزرع في مصر، يبقى هنا crops. كارز سيارات، كيميكالز مواد كيميائية، هوبيز إيه طبعا هوايات. نمبر 9، ستورمز العواصف اند فلاتس والفيضانات ار سبيس ايفنتس، يعني ناتشرال ايفنتس يعني احداث طبيعية. تراديشنال تقليدي، ميوزيكال موسيقي، ماجيكال سحري. بعد كده عندي نمبر 10، اي يوز بودي، بستخدم ايه؟ يبقى لغة الجسد اللي هي اللانجوج، بودي لانجوج، تو اكسبريس ماي فيلينجز وين اي ام ويز ماي فريندز. واللي بستخدم لغة جسدي لأعرف طبعا مشاعري عندما أكون طبعا إيه، بيقول لي عندما with my friends، مع أصدقائي. يبقى هنا إيه، I use body language to express طبعا لأشرح أو لأعرف طبعا مشاعري. يبقى هنا if my feelings when I am with my طبعا friends، لغة الجسد. بعد كده عندي التصحيح، بيقول لي ماي فازر، يبقى هنا شيء مرتب له، التعبير عن ده مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل او الترتيبات في المستقبل. يبقى هنا ماي فازر مفرد، يبقى is traveling to London next week، he has arranged، ده طبعا هو مرتب له، شيء مرتب له، تم الترتيب له يعني. بعد كده السؤال نمبر 2، if you space هنا don't exercise، المفروض هنا if you don't مضارع بسيط، الناحية التانية will المصدر، ما في برضه if you don't exercise، لو لم تتمرن you don't stay healthy، لن تبقى بصحة جيدة. سؤال نمبر 3، we have got هنا a few information، يبقى هنا a few للعادة، information لا تعد، يبقى little information about the accident، يعني أنا طبعا لدي هنا الإيه، القليل من المعلومات عن الحادث. سؤال نمبر 4، اللي I didn't use to understand English، أنا لما اعتاد أن أفهم طبعا اللغة الإنجليزية بشكل كويس. But now، لكن الآن طبعا مضارع، يبقى I speak it well، أنا أتحدث بشكل جيد. يبقى هنا الفاعل جم، يبقى هنا speak الفعل في المصدر، ده مضارع. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى رب الفيديو ينال على إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.